يعمل الشاب السعيد بوظاهر المنحدر من بلدية بغاي ولاية خنشلة في مجال تربية المواشي، حيث تمكن في ظرف وجيز وبإمكاناته الخاصة من إنشاء مملكة خاصة به، وفرض اسمه وسط العرسان الجدد لاقتناء كباش مميزة وبأسعار مغرية. المزيد في تقرير عمر عمري ورد أقشيشة. وجه عنايته وكل إمكاناته لإنشاء مملكة خاصة به في تربية الأبقار والمواشي، وفرض اسمه في أوساط العرسان الجدد لاقتناء الكباش المميزة بأسعار مغرية. السعيد بوزاهر من مشتة الزواهر بلدية باغاي بخنشلة، نموذج للشاب الطموح في الاعتماد على النفس وكسر الحواجز لكسب الحلال. الناس تعرفني اسمها بلي نخدم الكباش، يقصدوني بار تليفون، اي تليف تليفون يقصدوني، وكانوا مدير براك عليه مع الطريق اللي شفتها. يا خويا الكباش نجيبوهم الست، لازم تكون العراس مليحه، نجيبوهم من الصحراء العراس تاع بلاد جهلان، نجيبو العراس، يجيونا الناس يقصدونا، نعطو لهم سلعه، هاي السلعه يخيروا كل واحد سمته، كان من سبعه، كان من ثمانيه، كان من تسعه. بإمكاناته البسيطة وبأعداد قليلة من رؤوس المواشي وفي ظرف وجيز، تمكن السعيد من جني ثمار جهده حتى انتشر اسمه في أوساط السكان رغم تخاذل السلطات المعنية في دعمه وتشجيعه. ربي في الأبقار تاع الحلوف، كما نقولوا هنا عندنا النوع تاع لي راس، عندنا قداحنا راس، عندنا كما تشوف كيما هذه غادي نجيب في الحليب، نتمنوا برك الدنيا تعاوننا شوي، برك تابع شوي لينا برك الشباب هذا، فهمت؟ المهنه هذه دوكا رجعت شوي واعره، مش كيما بكري دوكا المهنه هذه اللي تقولوا قبيل الابقار يحرم. من جد وجد ومن زرع حصد، مقولة حفظها السعيد في المدرسة والتي بدأت تتجسد لديه في الواقع وفي ظرف وجيز، ما جعل منه مثال للشاب العاطل عن العمل.